من صحيفة المدى، مجلس النواب يتكتم على امتيازات ومخصصات منحت لأعضائه. ومن الزمان كردستان، اتفاق إدارة المطارات والمنافذ والموارد في مرحلته الأخيرة. ومن القدس العربي، سكان من الموصل يرفضون زيارات النواب لشراء الأصوات في الانتخابات المقبلة. ومن صحيفة العربي الجديد، قوة النظام تحول شطر الغوطة نصفين ودعوات إلى النفير العام. من صحيفة الشرق الأوسط، مجلس الأمن يفشل في فرض هدنة الغوطة الشرقية. ولدينا من الخليج الإماراتية، الاحتلال الصهيوني يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة ويتوغل في غزة. وأخيرا ضمن العناوين، من العرب اللندنية، إيران تتحدى التحذيرات الأمريكية وتعلن مضاعفة صواريخها.